الحماية والرعاية والحصن. أيها الأحبة، في هذه الليلة العظيمة أنتم أمام بستان فيه من الخير، فيه من البركة، فيه من العفو، فيه من الرحمة، فيه من الجوائز والهدايا والألطاف الربانية. من ضمن ما ورد في هذه الليلة وهو عمل من أفضل الأعمال، ألا وهو طلب العلم. نقصد من هذه الخمس دقائق أن نتقرب إلى الله بأفضل أعماله من خلال إطلاله على آية من آيات الذكر الحكيم ورواية من روايات النبي المرسل، ولمعرفة من أجل المعارف وهي معرفة الإمام. لنأكل من هذه الشجرة ونحن نصغي بقصد طلب العلم، ونتقرب إلى هذه اللحظات من طلب العلم إلى الله عز وجل. ورد في الرواية بعد أن تليت هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول الإمام الباقر عليه السلام: ما أبين فضلها على السور. فيقال للإمام: كيف ذلك يا ابن رسول الله، وبماذا فضلت؟ قال عليه السلام: في ليلة القدر نزلت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أنتم أيها الأحبة في هذه الليلة نزل القرآن، في هذه الليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وآله، في هذه الليلة نزلت ولاية أمير المؤمنين، في هذه الليلة يطلب من زيارة الحسين الخير، في هذه الليلة المباركة يشفع بعضنا مع بعض. ماذا تعني هذه الآية: تنزل الملائكة والروح فيها؟ الروح إن كان المقصود جبرائيل أو ملك آخر. في هذه الليلة نزول الملائكة والروح، قال المسلمون: تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وآله قال المسلمون: لقد رفع الله ليلة القدر. فقيل لهم: وكيف ترفع ليلة القدر ولا زالت آية وسورة تتلى آناء الليل وأطراف النهار، وهي باقية ببقاء القرآن الكريم إلى يوم القيامة؟ فإذا مات النبي فعلى من تتنزل الملائكة والروح؟ بقي هذا السؤال استفهاما عند المسلمين، ولكن بقي الجواب واضحا عند أتباع مدرسة أهل البيت. أين الجواب؟ لا زالت ليلة القدر، ولا زال المسلمون يحيون ليلة القدر. فإذا مات النبي صلى الله عليه وآله فعلى من تتنزل الملائكة والروح؟ هل من مدعي من الناس أن الروح يتنزل عليه؟ لا يوجد ذلك، ومن يستطيع أن يدعي ذلك إلى يومنا هذا؟ وليلة القدر باقية، إذا نحن أمام احتمالين: إما أن ليلة القدر قد رفعت وهذا محال، فهذه ليلة القدر تحيا عند جميع المسلمين وهي باقية، وإلا الاحتمال الآخر أنها لا زالت باقية ومستمرة. إذن هناك من يمثل امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله،
وصيا للنبي إنسانا كاملا يليق بشأنه أن تتنزل الملائكة والروح فيها. يقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول: يا أبا الهذيل، إننا لا تخفى علينا ليلة القدر. قال أبا الهذيل: وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: لأن الملائكة تطوف بنا فيها، سلام هي حتى مطلع الفجر، تحية يحيى بها الإمام. إذن وجود ليلة القدر وجود الإمام. ولو أن الأرض خليت من حجة على وجه الأرض لرفعت ليلة القدر، حجة دامغة ودليل عظيم نستذكره في هذه الليلة. إننا نحيي ليلة القدر، أي أننا أمام وجود الروح المقدس والإمام المعظم المولى القائم صاحب العصر والزمان الذي يمثل امتدادا للنبي. فما أبين وأوضح هذا الدليل في وجود الإمام الغائب مع وجود ليلة القدر. ولو لم يكن وجود إمام لرفعت ليلة القدر، ما ألذ معرفتنا بالإمام. نسأل الله عز وجل أن ننال من فيض نفسه المقدسة، أجل الله تعالى له الفرج، كما أنكم تدعون له في هذه الليلة هو يشملكم بدعائه أيها الأحبة. وعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. نسأل الله أن ينفعنا بهذه الإطلالة وهذا التدبر، متقربين إلى الله بهذه الفقرة في هذه الليلة.